كلها كام سنه يا عم وانت كمان تتجوز وتاخد الاوضه دي وانا ما لاقيليش مكان انام فيه. وهو انت فاكر لما اتجوز هجيب مراتي واقعد هنا؟ ولا اصلا هيكون ليا مكان اقعد فيه هنا؟ ليه يا اخويا؟ هتروح فين؟ ساعتها بقى يكون اخوك فتحي خلف له 3 4 على الاقل، هيبقوا مبدورين في الشقه زي الفراخ. اقعد انا بقى فين ان شاء الله؟ انا لما افكر اتجوز لازم يكون عندي شقه باسمي. وهتجيبها منين بقى الشقه دي يا اخويا؟ وامتى؟ من فلوسي طبعا، لو انت شايف ابوك فلوسه عماله تلق في جيوبنا قوي يا اخويا. وامتى هجيبها دي؟ قريب، قريب قوي ان شاء الله. ماشي يا سيدي، سيبك بقى من الكلام ده. شفت البت شادية اخت بدرية؟ اه، بس شفت بقى الاحلى منها؟ مين؟ النقطة. نقطة ايه؟ النقطة اللي نزلت على ابوك زي المطر. ما بترجع وبتترد تاني لاصحابه. ما انا عارف. تخيل بقى لو فلوس النقطة ديت خدتها واشتريت بيها شوية بضاعة وشغلتها في السوق، ساعتها هتروح وتيجي جايبة معاها فلوس قد كده اهو، ترد اللي ترده والباقي يبقى ليك لوحدك، مكسب مشفي. يا ابن الجنية. ما هو لو امي جنية ابقى انا عفريت. احمد، احمد. ايه في ايه؟ اصحى يا ابني، انت مش سامع الزغاريت اللي بره؟ لا مش سامع حاجة. يا ابني اصحى بقى، في زغاريت بره. زغاريت تاني ليه؟ هو حصل ايه تاني؟ ابو العروسة وامها واختها جايين يباركوا لها. اختها شادية؟ طب احنا كده كمان لازم نبارك لهم، يلا بينا. يلا. ألف مبروك يا أختي. ربنا يخليك يا حبيبتي. مبروك يا ابني، ألف مبروك. اتفضلوا الشربات. هاتي يا أختي، تسلم إيدك. أشكرك. خدي يا أخوي. اتفضلي. ألف شكر يا أختي. اللي يشوفك وأنت مش موافقة على الجوازة ما يصدقش زغروتك دي يعني. أعمل إيه؟ ما عادش ينفع. اهي الفاس وقعت في الراس، نصيبها وصابها وخلاص. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. واحنا النهارده الوقفه ومش عارفين ولا ايه؟ عقبالك يا 12 جوز فراخ، سعر الجوز ب 30 قرش، يبقى كده حسابهم كام؟ يبقى كده 360 قرش. بسم الله ما شاء الله. و30 بيضه، سعر البيضه الواحده ب 3 تعريفه. يبقى كده الاثنين بثلاثة ساغ، يبقى 45 قرش. اسم الله عليك. يبقى كده بقى حساب الفراخ والبيض يطلعوا كام؟ كله على بعضه 4 جنيه وشلم. هو ايه ال 4 جنيه وشلم يا ام صباح؟ مش غالي كده؟ الغالي يرخص لك يا حبيبتي. تعيشي يا اختي. طب بلاش تعملي لنا احنا حساب، قولي احنا اولادش. اعملي حساب للحاجة ابو شعيشة على اللي بعت. هو الحاجة ابو شعيشة هو اللي بعتك؟ ولا احنا مش باب رزق جديد واتفتح لك؟ والنبي يا اختي لو تشوف البهدلة اللي انا بتبهدلها في الطريق بالشيلة دي لا صعب عليك، وتديني كمان 4 جنيه فوق ال 4 جنيه دول، وكفاية قوامت من النجمة وسايباني لعيالي وسايباني المانيا الشحة كلها ومروحة لمحطة القطر ونزلوا من محطة الجيزة، وافضل الف على كعوب رجليا طول النهار زي المكوك، من الدكانة دي للدكانة دي ومن البيت ده للبيت ده. بقول لك ايه؟ انا كل اللي معايا اول عن اخر 4 جنيه اهو، والشيلم بقى كانك نقطتي بيه مرات ابني. نقطه مرات ابنك دي عندي وهجيبها لك لغايه عندك، من العندي قبل العنده. بس والنبي يا اختي ما تكسري بخاطري في السعر، وكفايه ان انا جيت لك في الاستباحه اللي المفروض ان كنت اروح بيها للحاجه ابو شعيشه. يا اختي قولي له الحاجه رتيبه خدت وش القفص. وانا لسه هروح له، ما انا رحت له ويا دوبك لسه بفتح القفص قال لي لا خد القفص بحاله كده، روح للحاجه رتيبه تاخد اللي هي عايزاه كله منه عشان النفس اللي جوه دي واللي اتبقى منها هاتيه. يعني انت رايحه دلوقتي لعم ابو شعيشه؟ ايوه يا ابني. عايز حاجه تانية؟ عاوز سلامتك يا حبيبتي. خير يا احمد يا ابني، في ايه؟ ها؟ ها؟ طب اهدى اهدى اهدى، هات كرسي هنا يا ابني. حاضر يا محمد. خد اشرب لك بقه ميه، خد. هي ام صباح جايه لك يا عم ابو شعيشه؟ ام صباح بتاعت مانيا الشيحه؟ لا بتاعت البيض. قلت لها لما تخلص عندكم وتاخدوا اللي يلزمكم تجيلي. انت عايزها في ايه؟ انا كنت عاوز اشتغل معاها يا عم ابو شعيشه. من غير ما اسالك هتشتغل معاها ازاي وفي ايه؟ انا ضمك يا عم. تعيش يا عم ابو شعيشه، ربنا يخليك. انت فطرت يا احمد؟ اه الحمد لله. صباح الخير يا حاج ابو شعيشه. يا صباح الفل يا ام صباح، اي جات لك يا عم. شوف بقى عايز منها ايه على ما افطر. قلت لي اسمك ايه؟ احمد توفيق. اتفضل يا استاذ احمد توفيق. بعد المدرسه يا احمد. هو ده برضه اللي احنا اتفقنا عليه يا عم رجب؟ امال احنا اتفقنا على ايه؟ البيضه بقرشين ساخ، يعني حسابنا 150 قرش. وعندك ثلاثه مشروخين؟ لا في دي عندك حق. وطالما اعترفت بالحق انا هجيب لك بقيه حق. انا كده الحصه الاولى بدات، انا ماشي. يا عم اصبر، انا هاخد فلوس. اتفضل.
تعيش يا عم راجل وربنا يخليك. يلا بينا. انت قلت لي عاوز كام بيضه؟ يعني 200 300 اللي تقدر عليهم. ان شاء الله هجيب لك اكتر. يلا بنجيب منين بقى 300 دول يا اخويا؟ انا عندي ام صباح. ام صباح ما بتجيش الا يوم الجمعه. وهي دي مشكله يعني؟ انزل لها انا. ازاي بس؟ دول بيصحوا من النجمه، ده انا قبل ما اروح المذبح بيكونوا هم نزلوا وراحوا المدرسه. دول داخلين على اكتر من شهرين بيجوا المدرسه في الحصه الثانيه والثالثه، ودول هم اولاد الحاج توفيق، والله لو كنت كتبتهم غياب. الله يبارك لك يا استاذ عبد العليم. كل بيروحوا فين العيال دي من النجمه؟ طيب يا ولاد توفيق. خلاص حبيب بدري وقطع نفس دي. يا ابني هو ده كمان الجري الزارع على كتير الجيزه عشان نربط معاهم عشان بضاعه المصباح. يعني احنا هنلحق نجيب البيض ونلف على الدكاكين نوزعه كمان نروح المدرسه؟ كل ده هيبان لو المصباح صدقت في كلامها. والله العظيم انت شكلك في الدنيا في 60 ده. اسكت بس وتعالى استنى المصباح. تعالى. بنقابل ام صباح في محطه الجيزه ناخد منها البيض. محمد يكون مأجر عجله ومستنيني، نحط عليها قفص البيض ونروح نوزعه على عم رجب بقال والحاج شعلان بتاع شارع الصناديلي والعراقي. بناخد منها البيض ونبيعه زياده تعريف. يا ولاد الكبش وتروح منكم المدرسه وتضيعوا في الاخر. ما المدرسه عاوزه كتب والكتب عاوزه فلوس والفلوس ما بنشوفهاش. الله الله الله، يعني ايه يا بصراحه كده يا حاج؟ احنا ما بناخدش مصروف. ما هو لو تعرف انت واخوك انا مانع عنكم المصروف ليه؟ كنت تحبوا على ايدي وتشكروني. ليه يا حاج؟ عشان تعملوا اللي انتوا عملتوه ده. انتوا ده انتوا مش ولاد توفيق، انتوا ولاد ابليس. والملايه اللي انت بتدوري عليها دي يا حاجه ايه اللي هيجيبها عندنا في الاوضه؟ اهو هنشوف يا محمد، مش هنخسر حاجه. ياما مفيش غير هدوم احمد ومحمد، دوري وراها. طيب هي لونها ايه؟ لونها لبني ولا بامبه؟ دوري ورا الهدوم هتلاقيها. وايه اللي فكرك بس بيهم دلوقتي؟ عايز اعمل منها شويه غيارات لابن اخوك فتحي. اهي لقيتها ياما. شفتي امك ما تنساش حاجه ابدا. ايه ده ايه اللي بيرن ده؟ دي حاجات احمد. حاجه احمد دي تطلع ايه؟ ده يا صلاه النبي يا صلاه النبي، وايه الازايز دي كلها؟ دي ازايز ريح. اما مالكش حق يا احمد، افرض دلوقتي الحاجات دي كانت اتكسرت مش كانت بقعت الهدوم؟ ما هي دي ما بتتكسرش. ليه ان شاء الله؟ على راسها ريشه؟ لا، عشان احمد مش عاملها من الازاز، عاملها من الباغ. وريني يا بنت الخشب ده ايه كمان؟ دي برضو بضاعه احمد. بضاعه؟ ليه؟ هو بيتاجر فيها؟ انا بقى هقول لك على السر يا عم ابو شعيشع والفرق بين ازازتك وازازتي. خد شوف. مين كده؟ خد بالك من الحجم والريحه، ده غير اني خففتها طبعا. انت اللي مخففها؟ الله، حلوه قوي يا احمد. عارف الفرق بين ازازتك وازازتي ايه؟ ايه؟ ان الريحه بتاعت ازازتك حلوه قوي ومش جازعه، بس انت اللي مخففها. لا، ده عم فوزي اللي في ازخات عبد الجابر. اه يرزق برضه. شاطر، عفارم عليك يا احمد. لسه في فرق كمان. في ايه تاني؟ دي بقى مش ازاز. مش ازاز؟ الله، دي ما تفرقش حاجة عن الإزاز. بلاستيك دي يا أحمد؟ هي حاجة ما بين البلاستيك والإزاز، باغة. ودي بتقف عليك بكام؟ بـ20 قرش. وبتبيعها بكام؟ بـ50. بقالك كتير شغال على كده يا ولا؟ بقالي سنتين، والفضل كله يرجع لك طبعا يا عم أبو شعيشة. الفضل لله من قبل ومن بعد، خد. طيب، أستأذن أنا بقى يا عم أبو شعيشة. إيه على فين؟ أسيبك عشان تصلي العصر. هنصلي العصر سوا. عشان ربنا يبارك لك في مرازق. يلا يا صباح التسبيح والذكر حبيبي. والله الايمان منور وشك يا عم ابو شعيشة. الله ينور ايامك ويسعدك. هات كرسي يا ابني. حاضر يا حاج. تشرب شاي؟ اللي تقول عليه اشربه. يا رب تشرب من زمزم يا حبيبي. جامعا ان شاء الله يا رب. طيب قول لي بقى اجيب لك ايه؟ عايز ايه؟ اقول بصراحه؟ الله، انت من امتى كنت بتخبي عليا؟ أنا نفسي أناسبك في فلوس. تناسبني في فلوس؟ قول عايز أستلف منك فلوس. لا، أنا مش عايز أستلف منك حاجة. أنا في شغلانة حلوة الحمد لله رب العالمين ومكسبها حلو. قلت آخد منك قرشين أدورهم، الفلوس دي هتطلع إن شاء الله فلوس تانية كده مقطوقة صغننة، أروح برجع لك فلوسك وعليهم المواليد كمان. عشان كده بقى بتقول لي اناسبك في فلوس. امال انت فاكر ايه؟ والله يا ابني لو المبلغ اللي انت عايزه ده معايا اعتبره بتاعك ورجعه وقت ما انت عاوز.
من غير مواليد ولا يحزنون. لا كده يبقى انت بتقولي ما تاخدش مني حاجه. مش هاخد حاجه. هاخد منك يبقى لازم تاخد فلوسك بالمواليد والمكسب. طب افرض في خساره. انا ما بخسرش يا عم ابو شعيشة. قول ان شاء الله. ها عايز كام؟ ابتديها ب 200 جنيه. 200 جنيه مره واحده؟ معلش 200 جنيه. طب ازع بحسك وقول يا شعيشة. على عيني يا شعيشة. شعيشة ردوا عليك يا احمد. ايوه ايوه رد. عايزني انا؟ ايوه. قول لهم هاتوا الظرف البني اللي في درج التسريحه في اوضتي. هاتوا الظرف البني اللي في درج التسريحه اللي في اوضته. حاضر. تعالى بقى خد كبشة البلح دول اتسلى فيهم على ما ينزل. تسلم ايديك يا حبيبي. اديه لحم. عايز حاجة يا بابا؟ عايزك بخير يا حبيبي. ايه عايز حاجه تاني يا احمد؟ اه اؤمر يا حبيبي. عايز نسبك يا عم مفيش هيشه.